الملتقى كما تتعرفوا الملتقى الهدف ديالو هو اولا دعم ورد الاعتبار للفلاح والكساب والمواطن والمواطنة ديال العالم القروي والعالم الجبلي، والهدف الثاني هو خلق واحد الرواج اقتصادي في المنطقة من خلال يعني العدد ديال الزائرين اللي غادي يكون كثير ان شاء الله. تنظن بان هذه تظاهرة اللي جات في واحد الظرفية استثنائية، ولكن اليوم ما تنديروهاش باش نتسموا كنديروا مهرجان، ولكن الهدف منه بالدرجة الاولى هو كما قلت نعاونوا الساكنة ديال المنطقة، سواء من خلال العارضين ديال المنتوجات ديالهم او العارضين ديال الابقار ديالهم او التبوريدة او الخيمة الامازيغية، ولكن ايضا الناس اللي كيديروا التجارة وتيديروا الاطعام واللي تيديروا يعني واحد العدد ديال الانشطة. غادي يكون رواج اقتصادي، غادي يكون الطلب الطلب على الاستهلاك، وهذا هو اللي غادي يخلي ان المنطقة يعني تعرف واحد النوع ديال الازدهار نوعا ما. اللي غادي يكون ناقص هو كما قلت كل ما هو بهرجة وفولكلور، وهذا نظرا للظروف اللي عشتها بلدنا. احنا خاطرنا ما يكون زايد هو غادي يكون التجويد ديال العمل. مثلا المرة الفايتة كان واحد العدد ديال المشاركين، المرة هذا العام غادي يزيد أكثر، ولكن أيضا تنشتغلوا باش نوجدوا روسنا. العام الجاي غادي نديروا جوائز بالنسبة للخيمة الأمازيغية، جوائز بالنسبة للتبوريدة، جوائز بالنسبة للأبقار كاين الجوائز. إذا خصنا باش نخليوا واحد المنافسة ما بين الناس اللي كيشاركوا باش كل واحد يحاول يجيب شي حاجة ما أحسن العام الجاي. المرأة القروية حاضرة بقوة. عندنا أولا نساء اللي عندهم اللي غادي يشاركوا في المباراة ديال الأبقار، غادي يكونوا نساء، عندنا أسماء ديالهم، غادي يكونوا اللي عندهم الصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية غادي يكونوا كثار، جمعيات وتعاونيات الصناعة التقليدية. التبوريدة تنتمناو تجي شي فرقة ديال التبوريدة ديال النساء، والخيمة اللي هي 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 هي, هي الرمز ديال الأصالة، المرأة هي اللي كتديرها، هي اللي كتصايبها.